مساء الخير. حكومة نتنياهو لن تغير شيئا، كل فلسطيني فدائي حتى سقوط الاحتلال. إلهان عمر ترفع التحدي، هل من مكان للاختلاف في الديمقراطية الأمريكية؟ لم يكن ينقص لبنان إلا المتاريس في قصر العدل، ملف المرفأ بين هرطقات وتسييس. معتقلو البحرين يوجهون نداء استغاثة، سلبوا حقوقنا وتركوا لنا الموت البطيء. في كل الأحوال زمن التصدعات الكبرى. الفاشيون الذين سبقتهم إلى الحكم خطابات التهديد والكراهية تلقوا في القدس درسهم الأول بمسدس بسيط ذكرهم خيري علقم ومحمد عليوات بالحقيقة المرة: مهما جمحت وحشيتكم فالنصر لأهل فلسطين. صبرني وعود علي بالأحسن لما تواهي جلنا، ولا هو ولا غيره ولا آخر واحد هو من الشهداء، مش خسارة بربه، مش خسارة بوطنه. لك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلع من أنصار غاندي خلال زيارته لدعم إسرائيل، قال له لأبو مازن: نحن ضد العنف بمعزل عن مرتكبيه وعن ضحاياه. هلأ طلع المهاتما بلينكن ضد جرائم التطهير العرقي اللي عم يرتكبها الكيان الغاصب. شفناه هو وعرب أبراهام كيف استنكروا المجزرة الفظيعة اللي ارتكبها جيش الاحتلال بجنين، وكانت نتيجتها 10 شهداء. مجزرة جنين ارتكبها جيش الاحتلال بفضل مليارات الدعم الأمريكي سنويا. إذا بده أبو مازن يصدق بلينكن ويشكره على صدقة 50 مليون وعلى دعمه الكاذب لحل الدولتين يصطفل، بس الشعب الفلسطيني عنده وجهة نظر تانية. ساعات بعد مجزرة جنين كان الفدائي الشهيد خيري علقم حامل مسدسه وبكل دقة وبرود عم بينفذ العملية بمستوطنة النبي يعقوب. غير الشجاعة، اشتغل خيري بحرفية عالية من تجاوز الإجراءات الأمنية الصارمة بالقدس لتحديد الأهداف وإطلاق النار على المستوطنين. قادة أمن العدو قالوا أنه عملية القدس من أقصى الهجمات في السنوات الأخيرة، والمنظومة الأمنية كتير انشغل بالها من فاعلية خيري علقم وقدرته على إيقاع هذا الكم من الخسائر، تقريبا نفس عدد ضحايا العدو خلال سيف القدس اللي كلفت مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين والخراب العظيم اللي شهدته غزة. أمهات شهداء جنين وكل اللي كانوا بعزاهم قلبوها فرحة واحتفال بالعملية. تاني يوم بسلوان محمد عليوات 13 سنة فتح النار على المستوطنين وكان عم يبتسم لما قبضوا لألقوا القبض عليه. يعني شو بده يعمل نتنياهو بالاشتراك مع سموتريتش وبن غفير؟ إذا كل فلسطيني فدائي محتمل وما حدا بيعرف وما حدا بيقدر يتوقع مكان الضربة وزمانها، بيهدموا بيت العيلة، بيسحبوا الهوية الإسرائيلية، بيقطعوا الضمان الصحي، بيسلحوا المستوطنين. شو هالمسحة هاي؟ عم نحكي عن انهيار إسرائيل. ديفيد هيرست الصحافي البريطاني المعروف كتب إن الحكومة الحالية اللي الناس ضدها بالشارع نجحت بأسابيع في نزع الشرعية عن الكيان المؤقت أكثر من ما عمل نضال حركة مقاطعة إسرائيل بسنوات. وبيكمل: التصدعات الكبرى في المشروع الصهيوني بدأت تظهر
ودولة الاحتلال على وشك الانهيار. في كل الأحوال المكارثية الجديدة. النائبة الأمريكية إلهان عمر ضحية المكارثية الجديدة، هذه المرة نسبة إلى كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجديد الذي أقصاها عن لجنة العلاقات الخارجية بتهمة العداء لإسرائيل. And I wish we as a nation treated that pain equally. But right now we are not. And instead of condemning blatant crimes against humanity and human rights abuses, many members of Congress have instead fallen back on a blanketed statement defending Israel's airstrikes against civilians under the guise of self-defense. بالأساس المكارثية على اسم السيناتور جوزيف مكارثي صفحة سوداء من تاريخ أمريكا بخمسينيات القرن الماضي. وقتها تم مطاردة ملايين الأشخاص والتحقيق معهم ومعاقبتهم بتهمة الشيوعية. اليوم فينا نستعمل مصطلح المكارثية الجديدة نسبة لكيفن مكارثي لنحكي عن عنصرية أمريكا اليمينية البيضاء وكرهها للإسلام تحديدا وتعاطفها مع إسرائيل. ضحية المكارثية الجديدة النائبة الأمريكية إلهان عمر اللي نجح مكارثي رئيس مجلس النواب الجديد بطردها من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس. جريمتها انتقاد إسرائيل وسياساتها الإجرامية وطبعاً لزقولة تهمة معاداة السامية. بعد حصول الجمهوريين على الأكثرية بمجلس النواب بنوفمبر الماضي حلف زعيمهم كيفن مكارثي رئيس المجلس الجديد الله لا يخليني إذا بخلي إلهان عمر بلجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس. بوقتها احتجوا عليه نواب من حزبه حتى والديمقراطيين طبعا وممثلي جمعيات يهودية مرموقة، قالوا له يمكن نختلف معه للمخلوقة ببعض المسائل بس لازم تبقى بلجنة العلاقات الأفريقية اللي تابعة لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس. لكن لحظة الحسم الأكثرية اقترعت مع إقصاء إلهان عمر. شو بدي أعمل لك؟ زادتها شوي هي بصراحة، مرأة وسودة ومسلمة ومحجبة وفوق الدكة ضد إسرائيل. علقت إلهان إن استبعاد الشخص الوحيد المولود في أفريقيا من اللجنة ليس مجرد إلغاء لصوت معين بل هو إلغاء لكل أصوات القارة السمراء غير المسموعة أساسا في الكونغرس. واتهمت مكارثي بالعنصرية والعقلية الإقصائية ورهاب الغريب كزينوفوبيا. إلهان صومالية الأصل وأول امرأة محجبة بتفوت على قدس أقداس الديمقراطية الأمريكية. حجابها أثار نقاشات وسبب لها مشاكل واعتداءات. مرة قال لها ترامب ليكي ليه ما بترجعي على بلدكم؟ جاوبته اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يقولون. وإلهان معروفة بالمعارك اللي خاضتها ضد السياسات الإسرائيلية وهي صاحبة مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي لمكافحة الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام. قررت تتحجب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 كنوع من المجاهرة بهويتها وأصولها وانتمائها. أحد النواب اللي هجموها قال هيدي قائدة تيار كراهية أمريكا بالكونغرس. حبيت الفكرة كراهية أمريكا، أتاري هذا التيار واصل مواصيله لداخل الكونغرس. في كل الأحوال لقطة الأسبوع فلتسمع كل الدنيا فلتسمع.
الكبار يموتون والصغار ينسون، مش هيك قال بن غوريون بعد احتلال فلسطين؟ قال خلاص هيدي الأرض موعودين فيها من زمان، وهيدي البلاد صارت لقلنا، وبعدهم لليوم عم بيشتروا النغمة ذاتها بإسرائيل، من الفاشيين للأكثر اعتدالا وتقدمية. الكبار يموتون والصغار ينسون، بس ما زبطت معك يا بن غوريون، طلعوا الصغار متذكرين وعارفين كتير منيح شو المطلوب وجاهزين للمقاومة من هن وبالملفة، ومصممين يرفعوا علمهم ويحرروا أرضهم ويسترجعوا حقهم. هيدا الطفل الصغير بعده شيء إنه بيعرف يمشي، بس بيعرف يحمل العلم ويتحدى فيه الجندي. هيدا الطفل حامل حجر أتقل منه، بس بيعرف إنه رح يجي وقت يرميه ويصيب. فلسطين ولادي، قد ما بدكن اقتلوا وتبحوا بيطلع غيرهم، ما عندهم حل الصهاينة إلا إبادة كل الشعب الفلسطيني. بس إذا تركوا طفل، طفل واحد، هيدا هو اللي رح يحاربهم وينتصر. في كل الأحوال عصفورية قضائية. في بلد الغرائب والعجائب لبنان لم تنجو مؤسسة واحدة من الانهيار الكبير، وها هو ملف تفجير المرفأ يغرق في المستنقع الآسن. لم نعد نعرف من يقاضي من في هذه العصفورية اللطيفة. في انفجار المرفأ أسباب وخفايا ووقائع وحقائق. قلنا لكم هذيك المرة لبنان بلد تراجي كوميدي، ما صدقتوني. اليوم رح زيد وعصفورية كمان. اسمعوا، في قاضي مكفوف اليد عم بيلاحق قاضي متنحي، قام المتنحي قرر يرجع ويلاحق المكفوف اليد، والقاضي المكفوف اليد ملاحق كمان مسؤول الأمن اللي كلف من قبل المتنحي يمنع من السفر المكفوف اليد اللي ملاحقه. ما فهمتوا شي؟ طيب، هبط الوحي على المحقق العدلي طارق البيطار وأعلن حركة تمرد بالعدلية، بده يرجع يمسك ملف تفجير المرفأ، بس ما إله حق لأنه مكفوف اليد عن هذا الملف بسبب عدد لا يحصى من دعاوى النقل والرد ضده. إيه رجع البيطار، ما تسألوني كيف، بيقولوا كبرت له راس السفارة أم فات بالحيط، بس ما بحط بدمتي. قال عمل دراسة طلع معه فيها أنه هو زورو. شو يعني زورو؟ يعني مش مجبور يستأذن حدا ولا يرد على حدا، سعيد يا با ودعوس. بس شو فيقوا هلأ؟ صار له سنة مختفي، أول دخوله أعلن الحرب، ادعاء على سياسيين وأمنيين بارزين، ادعاء على قاضي أرفع منه رتبة هو النائب العام التمييزي غسان عويدات المتنحي عن هالملف. هون قال له عويدات للبيطار إن عدتم عدنا، وأضاف وقف هرطقة أنت مكفوف اليد، قراراتك انقعها واشرب ميتها، ما الضبط العدلية عنده، أنا حأدعي عليك واستدعيك. وقرر عويدات يخلي سبيل 17 موقوف بالقضية، صار لهم سنتين ونص منقوعين بالحبس على ذمة التحقيق مع منع سفر. بس الأمريكان انتشلوا مسؤول أمن المرفأ اللي بيخصهم وسفروه على الرايق. عم بقول لك عصفورية. هلأ الحل والربط صاروا عند مجلس القضاء الأعلى، هو الوحيد اللي بيبتها، بس مجلس القضاء الأعلى مشلول بسبب انقسامات داخلية، والقضاء مقسوم والبلد مقسومة وحلها بقى. بهالأثناء عندك أهالي ال 230 ضحية والجرحى والمنكوبين ناطرين الحقيقة، وعندك اللي همهم تسييس الملف وتوظيف مأساة انفجار المرفأ ضد حزب الله، مثل التلفزيون الفرنسي اللي عم يعرض هلأ سلسلة وثائقية بتحمل الحزب مسؤولية الكارثة.
للتذكير، شحنة الأمونيوم دخلت مرفأ بيروت عام 2013 بموافقة القوات الدولية وبعلم الجيش اللبناني. في كل الأحوال صرخة المظلوم. احتجاجاً على الانتهاكات الممنهجة والإجراءات العقابية، سجناء الرأي في البحرين يعلنون قطع التواصل مع العالم الخارجي حتى تحسين ظروف اعتقالهم غير الإنسانية. أكثر من الآلام التي يعيشها السجناء في البحرين، وكأن كتب علينا أن تبحن إنسانيتنا. دوايا من هذا المجتمع الذي نحن منه من أفضل صفوفنا بكل سهولة. تبقى في الزنازين لأكثر من 23 ساعة على اسمها لبرود التشمس إلا لمدة 45 دقيقة. نحرم من أفضل حقوقنا ولا توجد رعاية صحية والإهمال متزايد. كما أننا نحتاج لإجراءات معقدة للوصول للعيادة. أين الضمائر الحية وجميع الأحرار في العالم من كل ما يمر علينا من مصائب وحرمان من الحقوق الأساسية؟ معاناة سجناء الرأي بالبحرين منها جديدة، ناولناها أكثر من مرة، بس الجديد أنه ظروف الاعتقال الصعبة عم تزداد سوءا، وتجددت مؤخرا حملات التضامن عبر المسيرات السلمية أو عبر مواقع التواصل للمطالبة بوضع حد للمعاملة غير الإنسانية وبتحسين الظروف بالسجون. 660 معتقل أعلنوا قطع أي تواصل مع العالم الخارجي، يعني وقف استقبال الزيارات العائلية. عم بيعاقبوا حالهم الجماعة لحتى يسمعوهم، تصوروا. عم يحاولوا يوصلوا بطريقة حضارية وغير عدائية صرخة احتجاج على حالتهم المزرية، ولفت نظر السلطة إلى أوضاعهم السيئة. البحرين تعاطفت، أو بالأحرى النظام البحريني تعاطف مع الكيان الصهيوني وعزاه بقتل عملية القدس، وبزنزاناته تغص زنزاناته بناس عم بيموتوا ببطء بسبب مواقفهم ومعتقداتهم. سجناء عم بيتعرضوا لمختلف صنوف التضييق والحرمان داخل المعتقلات. سجناء ما لازم يكونوا بالسجن أصلاً، مرميين بالعتمة والرطوبة بين قمع وأهمال من دون أبسط الحقوق التي تعطى للحيوانات الأليفة. مطالبهم يشوفوا الضوء والشمس أكثر من 45 دقيقة بالنهار، رعاية صحية لائقة، ووقف العزل العقابي والإجراءات الانتقامية. مطالبهم يقدروا يواصلوا الدراسة. مطالبهم يستلموا الكتب يخي المرخصة من قبل دائرة الرقابة. مطالبهم تعديل نظام الزيارة الحالي، زيادة مدة المكالمة الخارجية وتخفيض كلفتها. مطالبهم ما يسخن بالبرد، ويسمحوا لهم يشتروا ثياب شتوية، ويسمحوا لهم يصلوا جماعة. مطالبهم وقف الانتهاكات الممنهجة. أي شكوى أو احتجاج بسيط بيعرضك للضرب الوحشي والإهانة من قبل السجانين. ويا ويلك إذا اشتكيت للتظلمات، تتعرض أكثر للضرب والتعذيب. هيدي البلد الصغيرة اللي سكانها ما بيتعدوا المليون فيها 2000 معتقل سياسي. حتى توصيات البرلمان الأوروبي بالإفراج عن معتقلي الرأي ما حدا سمعها. الاتفاقيات الدولية التي تلزم البحرين لأنها موقع عليها ما حدا قاريها. ومع ذلك الحل الوحيد مواصلة الضغط الخارجي والضغط الشعبي على النظام البحريني حتى إفراغ السجون من معتقلي الرأي. للحديث عن الظروف الصعبة لسجناء الرأي في البحرين وعن معركتهم الراهنة، تنضم إلينا من المنامة الأستاذة ابتسام الصايغ، مسؤولة الرصد والتنسيق في منظمة سلام لحقوق الإنسان. أهلا دكتورة، أهلا وسهلا فيك. هلا أستاذ بيير، أهلا ومرحبا بك. سؤالي الأول عام، يعني بالآخر ما تقييمك للحملة الجديدة صرخة المظلوم اللي عم بتصير بسجون البحرين بالنسبة لسجناء الرأي في البحرين؟ هل ممكن تأثر، ونحن بنعرف أنه بالسنوات الماضية تعامت السلطة وتجاهلت كل النداءات والاستغاثات؟
في الواقع أي خيار يستخدمه السجناء هو خيار أكيد لا قيمة ولا مفعول بالتأكيد. الأوضاع اللي يعيشونها سجنائنا هي أوضاع قاهرة وسيئة جدا، مبكية لكل ما تحمل من ألم وظلم بمعنى الكلمة. يعيشون قمة الحرمان من أبسط الحقوق، كرامة مهانة، انعدام الإنسانية والرحمة، تعذيب نفسي وجسدي، ويمرون بالموت البطيء بسبب الأمراض المتزايدة وأيضا سياسة الإهمال دون نعم علاج المرضى. ولهذا السبب هم ليس لديهم خيارات كثيرة. نعم طبعا هما خيارهم قطع الاتصال، وهي الوسيلة الوحيدة بينهم وبين عوائلهم، هو خيار قاسي للطرفين، العوائل وأيضا حتى السجين، لأن ولكن هو الملجأ عفوا، ولكن الوحيد. ما في ضغط على السلطة، يعني عم بيقاسوا نفسهم ويقاسوا أحبابهم وأقربائهم، وين السلطة ممكن تتأثر بهذا الضغط إذا ما عندها إنسانية من الأساس؟ في الواقع ان نحن طبعا هناك خطوات، يعني المعتقلين خلال سنوات طويله استخدموا عده اساليب نعم للضغط على السلطه ولتغيير اوضاعهم السياسيه الانسانيه داخل السجون، يعني بدءا بمرحله الامعاء الخاويه اللي هو الاضراب عن الطعام. اليوم نحن نصل الى مرحله 574 يوم للاضراب عن الطعام للدكتور عبد الجليل السنجيز، وهو ناشط حقوقي اكاديمي دكتور في الجامعه، اعتقل محكوم بالمؤبد. هو فقط يطالب بحقه في استرداد مدوناته. نعم تتخيل بأن واحد يضرب عن الطعام لهذا العدد من الأيام ودون استجابة من السلطة، ولكن هي الوسيلة الوحيدة اللي قد يستطيع استخدامها الدكتور، بما أن ليس هناك أي تجاوب من السلطة من السلطات وعدم تبنيها لأي توصيات دولية، سواء كانت من خلال التوصيات التي صدرت في التقرير الدولي الشامل، وحتى التوصيات التي صدرت من اللجنة التي عينها الملك في البحرين، اللجنة البحرينية لحقوق الإنسان. ولكن للأسف هناك، ولكن هي الوسائل الوحيدة التي يمتلكها السجناء للضغط. قد يكون هذا الضغط أساساً يؤثر على السجين نفسه، ولكن إن امتحت الوسائل كلها. للعلم أستاذ بير، هم يستخدمون هذه الوسائل السلمية، وللأسف حتى في استخدامهم للوسائل السلمية والمطالبة بحقهم ما عم يسمعوا. تتحول عليهم قضايا جديدة وتشكل نعم عليهم قضايا نعم جديدة، ويتحولون فيها من ضحايا إلى متهمين، أستاذ ويحكم عليهم أحكام جديدة وهم في داخل السجن. أستاذة ابتسام صايغ، أنا بدي أحييك على الكوفية الفلسطينية. عم نعرف تضامن شعب البحرين مع فلسطين ثابت مدى الدهر. بدي أسألك سؤال أخير شخصي شوي إذا بتسمحي. أنت كان عندك تجربة بالاعتقال السياسي، أنت معتقلة سياسية سابقة، ممكن تحكي لنا لو سمحتي يعني عن تجربتك بهالمجال الصعب؟ في الواقع أنا كنت أسمع وأرصد حالات لضحايا تعذيب تعرضوا للاعتقال التعسفي وتعرضوا لأشكال وأنماط من التعذيب، ولكن كنت أعتقد بأنني قد أكون قريبة من الاعتقال بحكم أن عدد من النشطاء حقوق الإنسان في البحرين هم مستهدفين في عملهم، مستهدفين في نشاطهم، وكأن السلطة لا تقبل بنشاطهم على أرض البحرين. ولكن لم أكن أتوقع أن أتعرض لما تعرضت له من تعذيب وتحرش جنسي واعتداء جنسي وما إلى ذلك، فقط لأنني شاركت في دورة جنيف وطالبت السلطات بتنفيذ التوصيات أو الالتزام بتعهداتها الدولية أمام دول العالم. وللأسف تعرضت للتنكيل والتعذيب وأمور كثيرة. طبعا نحن في البحرين ليس لدينا أي جهة تستطيع تقديم شكوى وتصل إلى العدالة، أن تحاسب من قام للأسف. بتعذيبك، نعم أن تصل إلى العدالة نعم نهائيا ليس لدينا، ولكن نحن نأمل ونعتقد بأن نعم هذه القضايا لا تسقط مع التقادم، ستكون مطالبنا مستمرة في تحقيق العدالة لي كضحية ولجميع الضحايا نعم الذين يعيشون تحت سياط شكرا الجلاد. أستاذة ابتسام الصايغ، كل التضامن معك ومع شعب البحرين البطل، أهلا وسهلا فيك، شكرا. عفوا. في كل الأحوال حلقتنا هذه تتواصل على الميادين أونلاين عبر الحسابات المدونة أسفل الشاشة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي الأسبوع المقبل.